بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نبدا مع بعض درس جديد، درس فيزيكال كوانتس سكالر اند فيكتورز. الدرس ده من الدروس المهمه جدا في المنهج، ورغم ان هو درس سهل جدا الا ان هو مهم وبيجي عليه اسئله كتير في الامتحان. اهميه الدرس ده مش علشان الاسئله بتيجي على الدرس ده، اهميته ان هو بيلخص لك كل اللي انت خدته في اليونت دي. يعني انا هبدا، يعني هشرح الدرس دلوقتي، بس انا بفهمك ان انت خدت في ليسن 1 الموشن والسبيد، وخدنا في ليسن 2 الاكسلريشن، في الليسن ده هناخد الديسبيسمنت وهناخد حاجات تانية. السؤال لما بيجي في الامتحان، لما انت بتيجي في الامتحان تبص على الاسئله، بتلاقي السؤال جاي مركب ما بين الثلاث دروس مع بعض. يعني انا بدور لك مثلا على مساله زي كده مثلا. المسألة زي كده دي انت لما تيجي تحسبها، المسألة مش جايب لك فيها مثلا سبيد بس، ولا جايب لك فيها اكسلريشن بس، ولا جايب لك فيها فيلوسيتي بس، ده لمم لك الأسئلة بتاعت التلات دروس مع بعض في مسألة واحدة. احنا خدنا قبل كده السبيد، صح ولا لا؟ وبعدين خدنا الاكسلريشن ده في ليسن 2، والنهارده هناخد الفيلوسيتي. يعني فاهم الفكرة؟ اللي انا قصدي عليه ان مع نهاية الدرس ده انت هتبقى اسئله يونت 1 لازم تذاكر يونت 1 كلها از 1 يونت، يعني اكنها يونت واحده بس. ماشي؟ طيب، يعني بص انا عشان بس تكون فاهم انا قصدي ايه. مساله زي دي انا هبقى احلها في الاخر. المساله جايب لك حركه لحاجات كتير، عاوز الافريج سبيد اللي احنا خدناها في اول درس. فاهم الفكره؟ اللي هي الافريج سبيد اللي خدناها توتال ديستنس زي توتال تايم. وبعدين بيسالك على ديسبيسمنت، يعني السؤال بيجي من اول درس واخر درس مع بعض، يعني فاهم؟ فعشان كده بقول لك ادي اهميه للدرس ده عشان نقفل بيه اليونت ونبتدي ان احنا نفهم الموضوع اكتر. طيب، الدرس ده ما فيش طبعا امتحان ما بيجيش منه اسئله منه، وده درس مهم وبيتكلم على فيزيكال كوانتيتيز. يعني ايه فيزيكال كوانتيتيز؟ احنا في حياتنا في حاجة اسمها ماس، صح ولا لا؟ وفي حاجة اسمها انرجي، وفي حاجة اسمها تايم، وفي حاجة اسمها تمبريتشر وسبيد وفيلوستي ولينس وفورس. كل دي حاجات في حياتنا، كل حاجة من دول ليها يونت، وكل حاجة من دول بنسميها فيزيكال كوانتيتي، كمية فيزيائية بتعبر عن شيء معين. يعني انا الماس مثلا بتعبر عن كمية الماتر اللي جوه اوبجكت، الانرجي دي عباره عن ability to do work، ان انا اقدر اعمل الايه الورك، التايم اللي هي بتعبر لي عن الديوريشن وتعبر لي على الوقت اللي انا بستهلكه، التمبريتشر بتعبر لي عن degree of hotness or coldness، درجه الحراره من ناحيه السخونه او البروده بتعبر لي عن الكلام ده. فكل واحده من دول هي physical quantity بتعبر عن شيء معين، بتعبر عن شيء معين. فكلمه physical quantity، يعني ايه physical quantity اصلا؟ it is any quantity، اي كمية، that can be determined and has measuring unit، اي حاجة تقدر تحسبها وليها measuring unit بنسميها physical quantity. احنا في الدرس ده هنتكلم عن physical quantities من ناحية تقسيمتها، من ناحية انواعها. فبيقول لك ان الكميات الفيزيائية اللي انت شفتها فوق دي، احنا لو عاوزين نقسمهم لجروبات هنقسمهم لجروبين اساسيين. يعني هنقسم الفيزيكال كوانتيتس لكميات سكالر او فيكتور، يعني بنقسمها سكالر او فيكتور. بمعنى ايه؟ ان انا مثلا بقول لك الماس دي يعني الكتله، فتقوم انت حاططها لي تبع السكالر او تبع الفيكتور. طب بناء على ايه احطها تبع سكالر، وبناء على ايه احطها تبع الفيكتور؟ هنا ده الدرس بتاعنا. هبتدي ادرس ايه؟ هبتدي ادرس سكالر فيزيكال كوانتس الاول، وبعدين ابتدي ادرس الفيكتور كوانتس. طيب، خلينا نبدا باول حاجه، سكالر فيزيكال كوانتس. انواع السكالر او الفيزيكال كوانتس، احنا عرفنا نوعين، سكالر وفيكتور. احنا ندرس دلوقتي الايه السكالر. ايه موضوع السكالر ده بقى؟ السكالر دي مجموعه من اليونتس ومجموعة من الـ quantities اللي علشان تحسبها انت محتاج تعرف قيمتها فقط، مش محتاج تعرف magnitude.
كلمة ماجنتيود، سوري، محتاج تعرف ماجنتيود، مش محتاج تعرف دايركشن. بمعنى انت علشان تقول على الحاجة دي سكالر يبقى انت محتاج ماجنتيود اونلي. ماجنتيود يعني قيمة، محتاج تعرف قيمة الحاجة دي. هقول لك انا، نفترض ان انا بقول لك ان انا قعدت اعمل الهوم وورك بتاعي for 2 hours. I did my homework for 2 hours. قعدت ساعتين اعمل الهوم وورك بتاعي. انا كده قلت لك ماجنتيود، انا كده قلت لك قيمة. قيمة يعني ماجنتيود. قلت لك ان انا استهلكت 2 hours to finish my homework. طيب يبقى انت كنت كل المعلومة اللي انت محتاجها انك تعرف انا قعدت قد ايه في الهوم وورك اخلصه. هل انت واقعيا، هل في منطق يقول ان انا خلصت الهوم وورك بتاعي لمدة ساعتين في اتجاه الشرق؟ يعني ايه في اتجاه الشرق؟ في حاجة اسمها دايركشن. الدايركشن ده زي ما انت عارف نورث وساوث وايست، صح ولا لا؟ وويست. الايست والويست دول الشرق والغرب، والنورث والساوث الشمال والجنوب. هل في حاجة اسمها انا خلصت الهوم وورك بتاعي في اتجاه الجنوب؟ ايه المنطق اللي انت بتقول عليه؟ في اتجاه النورث مثلا؟ لا، مفيش حاجة اسمها كده. طيب الانرجي، انا اكلت اكلة معينة والاكلة دي ادتني طاقة معينة، ادتني انرجي معينة، هل الطاقة اللي جات لي دي ليها اتجاه؟ يعني ليها، مش منطق اصلا، يعني مش مفهوم السؤال اساسا، او مش مفهوم الكلام اللي انا بقوله. او يجي مثلا على علبة الشوكولاتة يقول لك ايه، الشوكولاتة دي تحتوي على مثلا الانرجي بتاعتها كذا في اتجاه الايست. يبقى في مجموعة من الفيزيكال كوانتيتيز بنسميها سكالر، والسكالرز دي you need the magnitude only، you don't need any direction. انت مش محتاج direction في حاجة. يبقى scalar physical quantity is a physical quantity that has magnitude only and has no direction. طيب example على some scalar quantities: الماس بالكيلوغرام، اللينث بالمتر، الانرجي time بالسكند اور اور، سبيد ما تنساش السبيد، علشان دي نقطة خطيرة جدا، هنعرف ان السبيد بتبقى سكالر اما الفيلوستي بتبقى فيكتور. السكالر ليها السكالر من ضمن الحاجات بتاعتها سبيد، السرعة. السرعة بعتبرها ان هي سكالر، انما بعد شوية لما اخد الفيلوستي هعرف ان الفيلوستي فيكتور، وهفهم يعني ليه فيكتور بقى. من ضمن السكالر برضو التمبريتشر، يعني درجة الحرارة. يعني واحد قدامك سخن وقسنا له درجة الحرارة، لأن درجة حرارته 40، فالدكتور يقول لنا إيه ده، درجة حرارته 40 في اتجاه الشمال. في حاجة اسمها 40 ديجري in north direction؟ مفيش معنى للكلام ده. يبقى أنا دلوقتي السكالر، طبعا من ضمن الحاجات برضو في الراديوس area الدينستي are example of scalar. أرجوك تحفظ الجزئية دي لأن لازم تيجي في الامتحان، دي لازم تيجي في الامتحان. يعني ما فيش امتحان فيه السكالر، ما فيهوش السكالر والفيكتور. المهم ان السكالر لو جه سؤال في الامتحان جيف ريزون بيقول لي ايه، لينس اند تايم ار سكالر فيزيكال كوانتيتيز بيكوز ذي هاف ماجنيتيود اونلي اند هاف نو دايركشن. ماشي يا شباب، يبقى انا هشرح له، اقول له ليه هم فيزيكال، ليه هم قصدي سكالر. هقول له لان هم ليهم ماجنيتيود اونلي اند هاز نو دايركشن. طيب ايه قصه الفيكتور؟ الفيكتور عكس السكالر، بمعنى انك انت وانت بتشرح لي يعني ايه فيكتور، او بتشرح لي اليونت الفيكتور، لازم تقول لي في انهي اتجاه، لازم تقول لي في انهي اتجاه. ما ينفعش ان انت تقول لي كده الكوانتيتي وخلاص. ماشي، لازم تقول لي الدايركشن، ايه الدايركشن بتاعك. طيب بيقول لي هنا فيكتور كوانتيتيز دي عبارة عن quantity that has magnitude and direction. ليها magnitude وليها ايه؟ وليها direction. زي ايه؟ example على vector physical quantities: ال acceleration. ال acceleration ازاي يا مستر؟
فاكرين لما كنا بنتكلم، لما كنا بنتكلم على الاكسلريشن وقلنا ان الاكسلريشن دي ممكن تكون بوزيتيف وممكن تكون نيجاتيف، او فاكر لما اتكلم لازم تقول لي هي رايحه ناحيه البوزيتيف ولا رايحه ناحيه النيجاتيف. الفورس هنا، انا مثلا بحرك الترابيزه، وانا علشان احرك الترابيزه دي محتاج 100 نيوتن، ونفترض ان انا عندي قوه 100 نيوتن جوه جسمي، وهروح احرك الترابيزه، مش انا مفروض يبقى عندي علشان احرك الترابيزه دي يبقى عندي القوه الكافيه لتحريك الترابيزه دي، وفي نفس الوقت اوجه قوتي ناحيه الترابيزه؟ يعني انا قدامي الترابيزه قدام وشي اهي، مش انا مفروض استخدم القوة دي في اتجاه التيبل؟ فاهم الفكرة؟ يعني انا دلوقتي قدامي حاجة عاوز احركها، وانا عندي قوة اتحركها، هل انا لو وجهت قوتي في اتجاه غير اتجاهها هتتحرك؟ مش هتتحرك، لان انا وجهت قوتي في حتة تانية. بدل ما احرك التيبل رحت حركت التشير الكرسي. الله، انا عاوزك توجه قوتك ناحية الايه، ناحية الاوبجكت اللي انت عاوز تحركه، الحاجه اللي انت عاوز تحركها. وبالتالي هنا مش بس انا محتاج الماجنتيود، انا محتاج الماجنتيود والدايركشن، محتاج الماجنتيود وايه والدايركشن. خلاص، طيب الفيلوسيتي تعتبر فيكتور، الديسبيسمنت تعتبر فيكتور، الويت يعتبر فيكتور. يعني ايه ويت اصلا؟ الويت ده يعتبر من الحاجات اللي بتبقى ليها دايركشن. بمعنى ايه؟ عارف انت الويت ده خد نفسه في جريد 6 ان هي جاذبية الارض، هي جاذبية الارض دي، ان الفورس باي ويتش بادي از اتراكتد تو ذا ايرث، القوة اللي بتشد الارض، اللي بتشد الاجسام للارض، القوة دي ماشية ايه في اتجاه ايه؟ اتجاه الداون وورد ولا الاب وورد؟ القوة دي داون وورد، لو سبت حاجة من ايدك هتقع تحت، لان الويت دايما ناحية الداون وورد، يبقى الويت ليه دايركشن. هو في ويت اب وورد، في حاجة بتتشد لفوق، ما ينفعش الحاجة كلها بتتشد لتحت، يبقى الويت ده دايما ايه؟ من الحاجات الفيكتور، لان انا محتاج الماجنتيود والدايركشن. طبعا كلمه تمبريتشر هنا مكتوبه مكتوبه غلط، انا هعدلها لكم ان شاء الله في الملزمه اللي تحت الفيديو على طول. انت لينك الملزمه دي هتلاقيها تحت الفيديو، دي مالكش دعوه بيها التمبريتشر دي خالص، دي زياده يعني همسحها لك. التمبريتشر اصلا سكالر يعني. طيب الاكسلريشن اند فورس ار فيكتور كوانتس، ليه الاكسلريشن والفورس يعتبروا فيكتور كوانتس؟ بيكوز ذي هاف ماجنتيود اند دايركشن. ليه لو جه في الامتحان سألني وقال لي انت ليه الاكسلريشن يعتبر والفورس يعتبره فيكتور كوانتس، هقول له بيكوز ذي هاف ماجنتيود اند دايركشن. يبقى فهمنا يا شباب ايه الفرق بين السكالر وبين الفيكتور، عشان هنبتدي ندخل في الجزء اللي جاي من الدرس في مواضيع اكبر من الكلام ده كله، وهندخل في تفاصيل اكبر من الكلام ده، فاتمنى ان انتوا تكونوا مستوعبين اللي احنا بنتكلم فيه. انا هقف لحد هنا في الفيديو ده، وهكمل ان شاء الله معاكم، ده بارت نمبر 1، هنكمل مع بعض الدرس ده، وهو درس مهم جدا في البارتس اللي جايه. تابعوا اللينكات، هتلاقي اللينكات كلها تحت الفيديو ده، وهتلاقي لينك الملزمه تحت الفيديو ده، وبتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد المشي، باي باي.